مسا الجمال على كل متابعينا في كل مكان. أعزائي المشاهدين، معانا الليلة نجم كوميدي خفيف الظل، قدم أعمال كتيرة جميلة كلها، منها وهو صاحب كمان فرقة اصحى تياترو اللي اقتحم بيها عالم الفن وعمل منها أدوار كتير جدا. من الأدوار اللي عملها وقدمها الأدوار الناجحة مسرحية مدد يا عم، ومسرحية محكمة العمدة، وبرنامج الكاميرا الخفية، شلت القضية، وخطف مراتي، وأعمال تاني كتير خالص هنعرفها منه دلوقتي. أهلا وسهلا اهلا لحضرتك يا بنجمنا، دكتور، نور. نورنا. الله يخليك، الله يخليك. مساء الخير عليك، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين واصحابي وصديقاتي واصدقائي على الفانز بتاعي. اموريني وانا انفس. حضرتك معروف انك خارج من قرية قرايبك ويعني واصحابك وكده، من قرية فنية، فنيين كبار قوي، منهم شكري سرحان واخوه صلاح سرحان واخوه سامي سرحان والاعلامي الكبير طارق علام والنجمة هبة مجدي ونجم الكوميديا محمد نجم اللي هو يعتبر خال حضرتك. نعم. كلمنا بقى عنهم وعن القرية وعملت ايه فيك انك طالع من قرية كلها مواهب كده وقرايبك يعني فنانين كبار كده. والله حضرتك، القرية دي اسمها قرية الغار الزقازيق شرقية، جنب مدينة الزقازيق. القرية دي خرجت فنانين نجوم عظماء كتير، زي ما حضرتك ذكرتي كان أولهم الأستاذ صلاح سرحان، الشقيق الأكبر لشكري سرحان، وكان بطل في الشموع السوداء مع صالح سليم ونجاة الصغيرة. بعده أخوهم شكري سرحان، طبعا ليه أعمال كبيرة جدا، رد قلبي واللص والكلاب وأعمال لا إله إلا الله محمد رسول الله في التلفزيون. شكري سرحان ليه باع كبير جدا، لحد ما خد جوائز عالمية ولقب بابن النيل. بعد كده أخوهم الثالث سامي سرحان، طبعا ده معروف طبعا جد محمد هنيدي في فيلم الفول الصين العظيم وفيلم الناظر، وكتير. والأستاذ محمد نجم طبعا قريبنا والكوميديان الكبير، حتى الناس بتقول إنك فيك شبه منه فعلا. ايوه فيك شبه من محمد نجم. ايوه وطبعا من قريتنا الإعلامي القدير، صاحب وطارق برنامج علام. القديم كلام من ذهب، وبرنامج هو ده دلوقتي على قناة المحور شغال، ومثل طبعا الأستاذ طارق علام فيلم الأجندة الحمراء وغيره وغيره. والنجمة الشابة طبعا هبة مجدي، ووالدتها برضو من نفس القرية. فكلنا كده يعني في القرية عندنا مواهب فنية، وعندنا ناس طلعوا في الفن والنجومية، وأنا بقتدي بيهم يعني في الفن. حضرتك ليه اتأخرت شوية انك تبقى في الصفوف الأولى مع ان عندك موهبة جامدة يعني؟ والله حضرتك، أنا في الفن طول عمري أقدم فيه رجل وأخر رجل. يعني احنا اشتغلنا الاول في الثقافه الجماهيريه، والله مش عارف بقى اقول ايه، اهلي ما موافقوش اصلا في البدايه ان انا اشتغل في الفن، وكان قدامي ان انا اشتغل مع قريبنا الفنان الكوميدي محمد نجم. يعني انا اتذكر حضرتك في الثمانينات، اواخر الثمانينات، لما كان ليه مسرح ملكه في الدقي، مسرح نجم بالدقي، وكان ايوه معروف المسرح ده، حضرتك اتحرق. فطبعا لجأ لعيلته واهل قريته، ويجوا معاه يعني يساعدوه في اعاده المسرح لوضعه الطبيعي، سواء في تنكيسه او تمحيره او تبييضه او اصلاحه. فلمنا كلنا كاهل قريه وبلدنا وعيلتنا، ورحنا معاه في المسرح. وطبعا شافني استاذ محمد نجم، وكان مقتنع بيا جدا كفنان وكممثل وككوميدي، ويقول لي انت دمك عسل وعندك كاريزما وبتعرف تمثل كويس، خليك معايا. لكن الاهل ما وافقوش ايامها للاسف. يعني حتى حضرتك دلوقتي زوجتي واولادي وبناتي منعني تماما اشتغل في الفن، ومستعيبين بابوهم يبقى ممثل او فنان او لحد دي اللي انا معاك فيها. فعشان كده دايما في الفن اخر رجل واقدم رجل فيه. طب عايزه اعرف حضرتك، التمثيل الاسهل الكوميدي ولا التراجيدي ولا الاجتماعي؟
ايه اسهل بالنسبه للفنان؟ لا، بالنسبه للفنان اولا هي الموهبه اللي بتسبق الاثنين. يعني انا مثلا لو انا موهوب ككوميديان، اللي بيطغى عليا في تمثيلي الكوميديا، حتى لو ادوني دور تراجيدي ممكن بدون ما احس اعمله تقلبه كوميدي. كوميدي. حضرتك يعني يقلب معايا كوميدي من غير ما احس. وكتير واجهني الحاجات دي، يقولوا لي يا استاذ موسى الدور تراجيدي ده، دور اب بائس، بنته تعبانه، بنته كده، ابص الاقي نفسي قلبت كوميدي. لكن الطبيعي في الفن الصعب جدا ان انا اضحك. حضرتك سهل جدا ان حد يعيط، سهل انه يزعل، سهل انه يمثل تراجيدي، سهل انه يمثل ميلودرامي، لكن الصعب جدا ان انا امثل كوميدي او يعني استخلص الضحكه واستخرجها من المشاهد ان انا اضحكه. ايه العواقب اللي بتقابل يعني الموهوب، ايه العواقب اللي بتقابله وان هي يعني تحجب موهبته ديت او ما يعرفش يقدمها؟ في الوقت الحالي حضرتك دكتورة أمل، يعني مصر مليانه مواهب فنيه، فيها ايه مواهب كتير. العوائق بقى اللي بتقابلهم؟ هقول لحضرتك العوائق اللي بتقابلهم هو الانتاج، انتاج الفن عموما. يعني احنا عندنا دلوقتي في مصر اللي عشان يشتغل في الفن ويكون طريقه سهل شويه شويه مش قوي، خريج معهد عالي للسينما، اكاديميه فنون، معهد فنون مسرحيه. يعني ممكن انا اروح اقدم معهد فنون مسرحيه وابقى ممثل وانا اصلا يعني مش عندي الموهبه، لازم تكون الموهبه سابقه التقديم. يجي بعد يصدم في الادوار ان هو مش عارف يتماشى. غير كده ان الانتاج قليل اصلا، شركات الانتاج عندنا في مصر دلوقتي في الوقت الحالي في العشر سنين الاخاره دول قلت جدا المنتجين وشركات الانتاج، فدي عائق كبير جدا انه يطلع المواهب الجديده. كلمنا عن تجربتك المسرحيه في اسحه تياترو، الفرقه اللي حضرتك عاملها ومكسر بيها الدنيا، كلمنا بقى عن التجربه دي. والله حضرتك انا الحمد لله رب العالمين في مجال الميديا والفن عموما واصحابي والفنز بتاع الفيس، الناس كلها مقتنعه بيا كفنان وكصانع فن وكمؤلف وكمخرج وكممثل. فالناس حضرتك يعني مقتنعين بيا. لما بقول كلمة أنا عايز ممثلين يا جماعة ينضموا لفرقتي المسرحية أو يمثلوا معايا في أي عمل، ألقى ناس بالآلاف جاية تتمثل معايا، وحضرتك مش هتصدقي بلا مقابل وبلا إنتاج. أي نعم، يعني بنعاني كتير من موضوع الإنتاج وبنعاني من الأمور المادية في الإنتاج ومش لاقيين إنتاج، والناس المنتجين الكبار اختفوا من زمان وما طلعش أجيال جديدة تنتج فن غيرهم. لكن تجربتي انا في فرقه اصحى تياترو المسرحيه اللي انا شغال بيها في مجال المسرح، كل اللي بنعمله ان احنا بضم الناس ليا، بعلمهم فن التمثيل كويس، المهم يكون موهوب وعنده ملكه التمثيل، بسقل موهبته بالتدريب، بجهزه انه يكون ممثل كويس جدا، بعد كده بدربه على النص او على الدور اللي هو هيمثله، وبنشترك مع بعض في إنتاج العمل الفني سواء في المسرح أو النادي. هل تراجعت مصر في الأعمال الفنية؟ والله يعني هكون كذاب لو قلت مصر لم تتراجع في إنتاج الأعمال الفنية. حضرتك لو رجعنا ورا 20 سنة 15 سنة 10 سنين هنلقى مصر كانت الرائدة على مستوى الوطن العربي. حضرتك تعلمي ان اللهجة المصرية اتعلمتها جميع الدول العربية من الافلام والمسلسلات، وهم يعرفوا يتكلموا لهجتنا، احنا ما نعرفش نتكلم لهجتهم. يعني انا لو رحت المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، دول المغرب العربي او المشرق، او تلقي اللهجة المصرية عندهم سهلة وبتكلموها، واهل سوريا ولبنان، لكن احنا صعب نتعلم لهجتهم لان احنا ما تعلمناهاش من فنهم. لكن الانتاج بتاعنا قل ليه؟ اولا اختفاء زي ما قلت لك حضرتك، مش عارف ليه المستثمرين مش كتار ليه في مصر لاستثمار اموالهم في الفن.
ليه الدولة شالت إيديها من إنتاج الأعمال الفنية، سواء قطاع الإنتاج أو التلفزيون المصري أو والساحة كده، لما تدوري فيها على شركات الإنتاج أو المنتجين هتلاقيهم قليلين جدا، ما يغطوش العدد اللي يكفي الوطن العربي. ولذلك بدأت الدول العربية تنتج دلوقتي أعمال فنية، وداخلين دول الخليج العربي ولا المغرب العربي، داخلين يعني بقطرة وبمال كبير لإنتاج أعمال فنية، وبدأت تظهر على الساحة. إيه هي روشتة للحالة الفنية اللي إحنا فيها دلوقتي؟ هو الروشتة للحالة الفنية، لو رجعنا حضرتك لورا هنلقى جميع عظماء الفن اللي خرجوا زمان في أفلام الأبيض والأسود، واللي خرجوا في المسرح، واللي بنوا هوية مصر الفنية، هم كانوا أصلا أصحاب موهبة وفقط. لا كان في أيامها دراسة، ولا كان في معهد فنون مسرحية، ولا كان في معهد سينما، ولا ولا ولا. يعني لو حضرتك شفتي موهوبين زي مثلا نجيب الريحاني، ولا عدلي كاسب، ولا إسماعيل ياسين، ولا محمود شكوكو، ولا الناس دول كلهم، يعني حضرتك الله يرحمه محمود شكوكو بكاريزمته وبفنه، ده كله كان شغال نجار. الموهبة هي يا أستاذة، والله يرحمه كمان آخر حاجة شعبان عبد الرحيم، أيوة اللي مثل وكان بقول لك مكواجي وبيعتز بمهنته، ومش متعلم ولا خريج فنون مسرحية ولا نقابة سينمائيين ولا أي حاجة. فالموهبة أولا، لكن الموهبة لازم بنفضل تثقل بالدراسة، ولكن عايز اللي يتبناها، وده اللي أهم، اللي يصرف على الموهبة دي وينتج لها الفن ويآمن بيها ويطلعها للنور، وده صعب جدا 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 في مصر الايام دي. نشوف جزء من خطف مراتي، جزء كوميدي. حلقات خطف مراتي دي كانت أيوه. كاميرا خفية ومقالب، عملتها 2019 أيوه. كنت بهجم على اي حد كده في الشارع واستهبل عليه واقول له دي مراتي وهربانة وسايبة البيت واديني مراتي. فيديو حضرتك قلت ان برامج الكاميرا الخفية كلها تمثيل في تمثيل، وبرنامج رامز جلال كمان تمثيل في تمثيل، ليه حضرتك البرنامج بتاعك ما اخدش الشهرة بتاعت برنامج رامز جلال؟ اولا انا قلت لك موضوع تمثيل في تمثيل ده بيني وبينك سر بره، جاي تزعولي على الهوا يا استاذه، احرجتيني كده وورطتيني. لك تتخيلي يا دكتوره ان موضوع الكاميرا الخفيه مستحيل طبعا، زي برنامج زي خطف مراتي ده اللي اتذاع، ان انا اهجم على راجل ومراته في اشاره مرور، ولا في كافيه، ولا في الشارع، ولا في سوق، واقول له دي مراتي وهربانه وسايبه البيت وهات مراتي، دي مش مراتك انت، ده مراتي انا. طبعا كان زماني ده هيقتلوا على طول. كان زماني في اعداد الاموات دلوقتي. لكن هو الكاميرا الخفيه على مستوى العالم، مش في مصر بس، عشان ما نقولش رامز جلال بس، لازم اتفاق مسبق. وطلعوا فنانين كتير مع استاذ رامز جلال، هو رامز عنده كاريزما برضه ودمه خفيف وكل حاجه، لكن رامز انت بتقولي ليه موسى العناني او البرامج الشهرة او بتاع. البرامج اللي زي موسى العناني ما في في فنانين بيعملوا كاميرا خفيه غيري، ليه ما خدش الشهره؟ اولا ان حد يتبناكي انتاجيا، يعني تتخيل حضرتك
خطف مراتي ده او اللي قبله شلت قضيه، ده كله عاملينه انتاج ذاتي، مجهود ذاتي مع فنانين امنوا بموهبه موسى العناني كمؤلف كممثل كمخرج كوميدي، جم مثلوا معاه وانتاج كده على قد محدود. انما ايه اللي هيوصلنا انا الرامز جلال اللي امنت بيه قناه ام بي سي بجلاله قدرها وانتاجها الضخم جدا عشان تجيب له النجوم الكبار دول يعملوا معاه حلقات مقالب وتصرف عليه؟ هو الانتاج. ايه اطرف الكواليس بقى، اطرف حاجه حصلت فيها ايه في خطف مراتي؟ خطف مراتي لو حضرتك البرومو اللي اتذاع ده، هي الحلقات طبعا موجوده على اليوتيوب، لو اي حد يكتب موسى العناني برنامج خطف مراتي، بقت ناس في العركه ان انا بخطف باخد منه الست بتاعته او اتبلى اقول له دي مراتي، وهو يقول لي يا امشي يا راجل يا مجنون ده مش مراتك، يضربني اضربه، الناس تتلم تحوش، بقت الناس تنضرب مني او منهم بدون ما يعني ما ناخد بالنا في الخناقه، وناس ما هياش ممثله معانا في الموقف، ناس غريبه من الشارع شافت خناقه جايه تحوش مراتك ازاي، طب وعايزين يحلوا المشكله وعايزين يحكموا يعني، لحد مره واحد قال لا عليا انا الراجل ده باين عليه كويس ومش كذاب وباين عليه الست دي بتاعته عليا انا، وعايز يديني الست بتاعت الراجل اخدها معايا. حضرتك مثلت مع استاذ يحيى الفخراني، احكي لنا عن التجربه دي. الاستاذ يحيى الفخراني كان مسرحيه ليله من الف ليله، دي كانت بطولة الأستاذ طبعا، وبالمناسبة بالمناسبة مع دي كانت في كواليس مسرحية ليلة من ألف ليلة، وبالمناسبة بنبارك للدكتور يحيى الفخراني تعيينه عضو بمجلس الشيوخ المصري، وبنشكر السيد رئيس الجمهورية رافع راس الفنانين والفن في مصر، لا ورافع راس المرأة المصرية، ورافع راس المرأة المصرية طبعا. ايوه واحنا كل التحية والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا 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 مهتم بالمرأة ربنا يبارك لنا في عمره. ايوه المظلة بتاعتنا بتاعت المصريين عموما والوطن العربي كله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايوه طبعا. وبنشكر طبعا تعيينه الفنانة سميرة عبد العزيز عضوة في مجلس الشيوخ، والدكتور يحيى الفخراني وناصر المرأة فعلا، حتى أيوة. يعني حتى عين واحدة من التمريض السنة دي عضوة في مجلس الشورى. ايوه لا هو نصير المرأة على طول. نعم. وهي كمان ما اخذلتهوش واقفة جنبه على طول. لا لينا الشرف طبعا. سيدات مصر يشرفوا الوطن العربي كله. فريق الاعداد مجهز مجموعة من الصور حضرتك تعلق عليها. حاضر تحت امرك. الله يرحمه الله يرحمه، ده الدكتور سناء شافع الممثل القدير طبعا وعميد معهد الفنون المسرحية السابق، ده كان في فيلم المشبوهة كنت أنا واخد فيه دور وكيل نيابة وكنت بحقق معاه، الله يرحمه الدكتور سناء شافع. دي كانت في احدى الفنان ماجد المصري العروض المسرحية، جه شرفنا فيها الفنان ماجد المصري والاستاذ القدير حسن يوسف ربنا يديله الصحة ويبارك في عمره، وأنا طبعا عشان كنت رجل الأستاذ حسن يوسف وجعاه وجاي على عكاز نزلت أنا سلمت عليهم على المسرح، دي كل التقدير والاحترام طبعا. الله يرحمه، أنتوا عاملين تجيبوا لي الناس العزاز المتوفين طبعا، ده في الله يرحمه الله يرحمه ويغفر له يا رب يا رب. الفنان في عزب. أيوه ده في كواليس سلسال الدم، توفى هو من شهرين الله يرحمه الله يرحمه يا رب. وبعدين استاذ فايق عزب اصلا شرقاوي بس كان عايش في اسماعيليه قبل ما يقيم في القاهره. ده في التكريمات تقريبا. ده تكريمي في مهرجان اوسكار ايجيبت للافلام القصيره، وتحيه طبعا للمخرج عادل عمار مؤسس. طب انا هقول ايه، انا ما فيش حضرتك بقى نفسك تحقق ايه ما حققتهوش يا في الفن؟ انا ما حققتش لسه حاجه خالص يعني، على شغل الكتير ده في المسرح وشغل احنا شايفين شغل كتير جدا يعني ما شاء الله اللي بادئ في الميديا ده حضرتك. نفسي بس هو اللي انا عايز يعني لما نروح لشركه من شركات الانتاج اللي بتنتج فن، بنعاني بجد بنعاني يعني، ما هو ده اللي انا بقوله يعني، يا منتجين الفن
يا أساتذة يا مخرجين يا كبار، بصوا للموهبة. الفن للأسف يا أستاذة النهاردة بيعاني منه كل الموهوبين، ما بيطلعوش. ولذلك احنا بنعتمد على نفسنا ان احنا نطلع بأعمالنا الفنية. يعني مثلا أكرم حسني ما هو طلع من باجتهاده الشخصي، أحمد فهمي باجتهاده الشخصي، يعني كتير طلعوا باجتهادهم الشخصي. فبنقول لشركات الإنتاج والمخرجين الكبار، نرجوكم بصوا على الموهوبين. حلو خالص. حضرتك نفسك تمثل مع مين؟ اللي نفسي أمثل دائما معاها ككوميديانة، وهي ليها فضل عليا طبعا وأمنت بموهبتي التمثيلية والكوميدية، أستاذة بدرية طلبة. ايوه، انت قلت لي ان هي نجمتك المفضلة. طبعا نجمتي المفضلة أستاذة بدرية طلبة، يعني بصراحة لو حصل وشكلت معاها دويتو كده زي عبد السلام النابلسي وزينات صدقي والثنائيات الكوميدية بتاعت زمان، ده يبقى شيء عظيم جدا. اه، هي فعلا خفيفة الظل ومحبوبة من الجميع. تحية كبيرة لفنانتنا الفنانة الجميلة بدرية طلبة. طبعا ألف تحية ليها، طبعا بتمنى أمثل معاها دايما وأكون متواجد معاها دايما في الفن. طيب احنا كان معانا اتصال وانقطع، ثواني وراجعين. طيب احكي لي حضرتك نفسك تعمل ايه؟ دلوقتي حضرتك انا الخطوات اللي انا واخدها في الفن، اول حاجه انا عايز ابعت رساله على الهوا للمدام عندي وللاولاد، ارجوكم اسمعي الرسالة كويس. ارجوكم سيبوني امثل، انطلق، سيبوني سيبوه ينطلق، انطلق. سيبوه ينطلق يا اخوانا. الفن لا هو عيب ولا هو غلط لا ولا مش قله عيب. قيمه ولا اي حاجه خالص، انا بقى راجل مؤلف وممثل ومخرج كوميدي، ما هوش بيقل من قيمتي في حاجة. وعظماء الفن في العالم برضو كانوا يمكن أحسن مني أنا، فسيبوني شوية بقى. أنا أديت رسالتي ناحية الزوجة والأولاد، يعني عايزين ننطلق بقى في الفن. ان شاء الله رقم اتنين إن تحقق شاء كل الله اللي انت يا عايزه رب ان شاء يا الله. رب. ان شاء الله. رقم اتنين نفسي طبعا ربنا يكرمنا بفرقة المسرحية والفنية اللي موجودة معايا دلوقتي، اللي هم الممثلين الحلوين اللي مأمنين بفني واللي طلعوا. يعني انت حضرتك اللي مثل معايا قبل كده في برنامج شلت قضيه كاميرا خفيه ومقالب، او في خطف مراتي، او في المسرح، او في اعمال الافلام القصيره. في معانا اتصال دلوقتي من المنتج طارق النجار. استاذ طارق النجار، اهلا بيك، ايوه منور يا استاذ طارق. اهلا وسهلا استاذ طارق، منتجنا الكبير. ازيك يا فناننا العظيم ومخرجنا العظيم الاستاذ موسى عناني. تسلم يا استاذ طارق النجار، اهلا وسهلا حبيبي بحضرتك. استاذ طارق النجار. اهلا طبعا وسهلا، نورنا. استاذ طارق النجار اللي انتج لنا اخر فيلم بالتعاون مع فريق قيصر الفن، انتج لنا فيلم مع الاستاذه عايده رياض. الفيلم ايه يا ريس؟ الفيلم البريئة والقانون اللي انت منور فيه. البريئة الله والقانون. انا الله. مثلت طبعا الاستاذه عايده رياض، استاذ عز الدين العربي، استاذ طلعت الشريف، استاذ عايزين نشوف افلام كتيرة. قس عبد الفتاح. لا وصي علينا استاذ طارق النجار بقى، هو اللي ينتج استاذ بقى افلام طارق، كتير. عايزين افلام كتير باذن الله تعالى. والله احنا شغالين اهوت، عندنا ست كوم شغال، هنعرضه في رمضان اهوت شغالين فيه. وعندنا فيلم برضو اسمه حانوت الزمالك، احنا مش كنا عايزين نعلن عنه، يا ولكن ريس بالمداخله انت لازم تطلعني حانوتي في الفيلم يا ريس، وشكلي حانوتي ولا ايه؟ ايه انت كده خليتنا نفصح على الحقيبه بتاعتنا، مش كنا عايزين نفصح فيها ما يجراش حاجه، عشان نبين للناس ان لسه في الانتاج بخير، وفي عندنا منتج محترم وداخل الميديا بقوته لانتاج الاعمال الفنيه. حضرتك مثلا منتج انت كبير وكل اعمالك جميله، وان شاء الله نسعد باعمال استاذ حضرتك طارق النجار. استاذنا طارق النجار. زميلي وانا سعيد مفيش سؤال. بالممثل والمخرج والكوميدي الفنان موسى عناني ابن الشرقيه ابن الزقازيق طبعا، اللي تسلم. هو بشرفني دايما في لقاءاته. بلدياتك يا ريس. ده فوق راسي طبعا، ما انت شرف لينا الشرقية عامة. عامة احنا الشرقية ابو المواهب ايه الشهرة؟ و
اصول الفن كلها الله يرحمه عبد الله غيث وحمدي غيث نعم ناس كتير الشرقيه دي اسطوره أيوه. الفن نعم نعم ماشي يا ريس فانا متشكر بيك بنشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله ديت نورت البرنامج شكرا لحضرتك شكرين جدا يا ريس بنتكلم بقى عن الشهرة السلبية اللي على التيك توك والحاجات اللي طالعة كتيرة دي والله احنا بنعاني دلوقتي من موضوع الشهرة السلبية لمجرد التقليد الأعمى ان هي عايزة تتشهر او تبقى معروفة او يتشهر او ويبقى معروف يبقى ترند ويبقى حاجات بيعتبروها حاجات للتسالي وترند سلبي يا ريته ايجابي مفيد للمجتمع او بيقدم نفسه كموهبة فنية او عمل فني طلع بيه او اغنية او اي حاجة فنية تفيد الناس وتثقفهم لكن كلها حاجات بتتعمل ممكن ضررها اكتر من نفعها حضرتك وجه لهم رسالة طبعا يعني انا بقول لو انت يا بنتي بدل ما تطلعي تقلدي لمجرد التقليد تطلعي ترقصي مثلا او بلبس خليع او على اساس ان انت تتشهري وناس تعمل معاك علاقات او تبقي معروفه او ممكن تلقي الضرر وانت عارفه طبعا الميديا دي كلها ممكن تلقي فيها نصابين كتير وصفحات وهميه ومواقع وهميه على الفيس وضروكي مش ينفعوكي وكذلك بقول لاي ولد او شاب عايز يتشهر لا اعمل حاجه مفيده او اتكلم في حاجه مفيده سواء ثقافيه رياضيه فنيه تكون مفيده للناس معانا اتصال من المخرج حسام الدين صباح معانا التليفون حبيبي استاذي اهلا وسهلا استاذ الكل استاذ الكل المخرج حسام الدين أيوة صباح ايوه مخرج هلا حبيبتي اهلا وسهلا بحضرتك طبعا قائد فرقه رضا للفنون الشعبيه استاذنا كلنا المخرج الكبير المسرح الكبير استاذ الاساتذه يعني ما فيش مخرج مسرحي مع احترامي للجميع دلوقتي يكون استاذ للاساتذه بتوع الاخراج المسرحي في الوطن العربي حسام الدين صلاح يعني دي حقيقة انا شاكر جدا 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 فضلك يا ريس في الاتصال والله الله يخليك موسى فنان جميل انت فنان جميل وبلدياتي من الشرقيه طبعا لينا الشرف يا ريس الله يخليك واحنا بنعتبر الشرقوه يعني البلديات دول يعني بنعتبر اهل الشرقيه كلهم قرايب نعم حتى نعم. لو ما كانوش قرايب طبعا بنعتبرهم قرايب طبعا عندنا هذه النزعه يعني والحقيقه موسى فنان جميل رغم انه حظوظه قليله او يعني هو عموما احنا في يعني في توقيتات دلوقتي صعبه جدا حتى على مستوى الطبيعه كورونا نعم مستوى المسارح والحظر اللي مرينا بيه فيعني يعني انا وعدته ان ان شاء الله باذن الله يكون له فرصه معايا وباذن الله وانا ما زلت على وعدي لكن ربنا يبارك لنا فيك يا ريس مستنيين الفرصه دي الله يخليك انما هو بس هو الظروف الطبيعيه يعني حتى اللي مرت بيها العالم كله خاصه بكورونا اثرت بالسلب على المسرح بالتحديد يعني لان المسرح جزء منه الحميميه والناس الكتير والناس قاعده والناس بتتفرج والناس بتبقى شيء طبيعي ان المسرح فيه حميميه مختلف نعم عن السينما ومختلف عن ان شاء الله باذن الله موسى تكون الظروف القادمة أفضل وتحقق كل أحلامك وأنت فنان جميل تسلم يا ريس أشعر بأنك هيكون لك إن شاء الله شأن جميل عندك مش بس فنان جميل عندك حس وطني تحب بلدك عندك الحمد لله يا ريس أنا عايز زي ما حضرتك مديت إيديك زمان لابن قريتي وقريب الفنان محمد نجم يعني لازم بقى أكمل جميلك علي قبل ما أموت يا ريس لا إن شاء الله بإذن الله عم النجم حبيب الله يرحمه وربنا يدي الصحة لشريف ابنه إن شاء الله ولا إن شاء الله بإذن الله عن قريب بإذن الله إحنا تأخرنا بس والله هو الظروف اللي أخرتنا مش أي حاجة تانية أنا مؤمن بيك ومؤمن وبحبك كشخص كلامك تاج على راسي يا ريس والله أستاذ حسام الدين صلاح لما يقول عليا الكلام ده يبقى أنا دي خلاص كده كأن أنا نجم النجوم كده ألف شكر لحضرتك ألف شكر لحضرتك المخرج الكبير نورتنا
هنطلع بفيديو دلوقتي نشوف برنامج شلت قضية. اوه هتشيليها القضية؟ شيل القضية. جميل حلقاتنا جدا. موجودة على اليوتيوب، أي مشاهد عايز يشوف الحلقات كلها موجودة. برنامج شلت قضية موسى العلاني. حضرتك بقى وجه رسالة لمشاهدينك ومتابعينك، شوف حضرتك هتقول لهم إيه. طبعا عايز أقول لكل المشاهدين، أنا الحمد لله يعني بتحسسوني دايما بدعمكم ليا وبحبكم ليا وبثقتكم فيا كصانع فن، فعايز المحبة دي تدوم دايما وتتابعوني دايما، وأنا تحت أمر أي صاحب موهبة فنية أو محب للفن. قبل كده. نعم. أيوة. يعني قصدي أقول لك إن هو أي حد بيجيني، مع إن أنا مش منتج، لكن بإيدينا كده وبننحت في الصخر بنصنع فننا، سواء في المسرح أو في الميديا، بنعمل أفلام قصيرة، بنعمل برامج كوميدية، بنعمل مسرحيات، لحد ما ربنا يكرمنا بشركة إنتاج تتبنانا على طول في أعمال فنية دائمة أنا وكل زمايلي هواة الفن. في اتصالات عايزين جزء تاني من خطف مراتي. خلاص ماشي، نعرض لهم حلقة من خطف مراتي. نشكر حضرتك جدا، نشكر حضرتك على حضورك. أنا سعيد جدا دكتورة أمل صبري أستاذتنا الإعلامية القديرة المعروفة الراقية. ربنا يخلي حضرتك. هنشوف، هنطلع بالفيديو خطف مراتي، هنرجع تاني، استنونا. انت اللي خطفت مراتي، انت اللي خطفت مراتي. طبعا عندنا في الارض. ايوه مراتي. يا مراتي يا عم ازاي انت؟
ما كنتش هتعرف تعمل ايه؟